معنا من القاهرة وزير شؤون الأسرى السابق في السلطة الفلسطينية الدكتور سفيان أبو زايدة. مساء الخير سيد سفيان أبو زايدة. مساء النور. مساء النور أستاذة فضيلة. ما إمكانية أن تتوحد القيادة الفلسطينية وراء ممثل لرئاسة الوزراء يكون يعني غير منحاز أو منتمي لأي جهة كانت في فلسطين؟ يعني هذا طموح كل الفلسطينيين، أن تكون هناك حكومة فلسطينية متفق عليها من قبل جميع القوى والفصائل الفلسطينية ومقبولة إقليميا ودوليا. ولكن في اعتقادي أننا ما زلنا يعني بعيدين عن هذه النقطة للأسف الشديد، أقول للأسف الشديد، حتى بعد اجتماع الفصائل في بكين قبل عدة أيام. وبالمناسبة البيان الذي أصدروه هو أيضا يتحدث عن حكومة وحدة وطنية وجديدة، ويتحدث عن إصلاحات داخل منظمة التحرير، ويتحدث عن الذهاب إلى انتخابات وكل القضايا التي كانت سببا في تفتيت الفلسطينيين وتشتتهم سياسيا وجغرافيا. نعم. ولكن سيد أبو زايدة، ما الذي يعيق ذلك؟ يعني إذا كان هذا هو الشرط المطلوب من أجل إعادة بناء القطاع، كيف يمكن بناء القطاع وإعادة إعماره من دون قيادة موحدة ذات كفاءة كما يقول البيان الإماراتي؟ يعني أولاً موضوع القطاع وموضوع الحرب على غزة هو موضوع مستجد، بمعنى أن الأزمة الفلسطينية الداخلية هي قبل 7 أكتوبر وقبل تدمير غزة وقبل استشهاد أكثر من 40,000 فلسطيني وأكثر من 100,000 جريح. ولكن بعد هذه الحرب أصبح الأمر ضروريا، سيما أن إسرائيل وبالذات نتنياهو ما زال يرفض أي دورا للفلسطينيين كسلطة أو لتنظيمات فلسطينية في غزة. سألتيني ما هو العائق؟ العائق الأول هو إسرائيل، بمعنى الموقف الإسرائيلي وبالذات موقف نتنياهو هو يرفض، ليست مشكلته مع الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة الفلسطينية أقصد، وأيضا حتى لو كانت هناك حكومة فلسطينية وفقا لكل المعايير المطلوبة أيضا نتنياهو موقفه رافض، هذا أولا. ولكن السبب الثاني في عدم تشكيل حكومة فلسطينية هو مشكلة داخلية فلسطينية. على سبيل المثال، كان بالإمكان أن تشكل هذه الحكومة الحالية بتوافق فلسطيني وطني. يعني بصراحة يا سيد سفيان، يا سيد سفيان أبو زايدة، يعني تفضلين. إذا كانت الحرب لم توحد الصفوف سيضيع الفلسطينيون عليهم فرصة إعادة إعمار بلادهم. نحن نتحدث اليوم عن اليوم التالي لإنهاء الحرب. نتنياهو يريد أن يبقي قبضته الأمنية على القطاع. ألا يمكن للجانب الفلسطيني أن يوحد صفوفه وراء قيادة مستقلة أكثر استقلالية عن أي قرار داخل السلطة أو داخل حماس؟ هذا أمر مطلوب، هذا أمر ملح، هذا أمر لا يمكن التهرب منه. وأي قائد فلسطيني أو مسؤول فلسطيني أو فصيل فلسطيني عمليا يعيق هذا الأمر هو يتحمل مسؤولية الكثير من الدماء التي ما زالت تسيل في غزة، ويتحمل مسؤولية المعاناة المستمرة. ولكن دعيني أكون أكثر صراحة، حتى البيان الوزيرة ريم الهاشمي هو يتحدث عن، ليس الآن عن إعمار غزة، هو يتحدث عن أفق سياسي بأن الحل يجب أن يكون مستدام مبني على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وهذا طموح كل الفلسطينيين بالمناسبة، يعني هذا هو الطموح الفلسطيني وهذا هو الطموح العربي. البيان يتحدث عن المساعدات التي تقدمها
الإمارات طوال هذه الفترة المساعدات الإنسانية الكثيرة. وأنا أقول لك بصراحة أن دولة الإمارات ربما تكون يعني أكثر دولة منذ بداية العدوان قدمت مساعدات عينية ومعروفة وملموسة للشعب الفلسطيني في غزة، وهذا يعني ليس فقط واجب أن نقول لهم شكرا، ولكن أيضا يستحقوا أكثر من ذلك. شكرا. وبالتالي أعتقد أن البيان هو أيضا يريد أن أراد أن يزيل اللبس عن موقف الإمارات بأنها وكأنها تريد أن تغرد خارج السلم. نعم. الإمارات هنا تقول أننا سنلعب دورا وسنكون سعداء بلعب دور متفق عليه فلسطينيا وعربيا ودوليا يقود إلى مسار دولة فلسطينية. دكتور سفيان أبو زايدة، وزير شؤون الأسرى السابق في السلطة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. شكرا.